حملة أمنية مكثفة وتعاون أمني بين مديريتي أمن جميل وردلين، حيث تقام الدوريات المشتركة بين قسمي البحث الجنائي جميل لضبط القانون وملاحقة المطلوبين في مختلف القضايا. اتفقنا مع جيراننا في البحث الجنائي بمديرية أمن ردلين، واتفقنا مع باقي الأجهزة الأمنية على زيادة الإيضاح في الإجراءات، وطبعا ضبط المركبات التي تتجول بزجاج معتم وأيضا بدون إجراءات وبدون لوحات خاصة بالمركبة، وأيضا ضبط المطلوبين على ذمة قضايا بهذه المديرية والمديريات المجاورة والمطلوبين لدينا. الحملة الأمنية تهدف أيضا إلى ضبط المركبات المخالفة وإزالة الزجاج المعتم أو التي بدون لوحات معدنية وتنظيم حركة مرور السيارات في الشوارع العامة وأمام المدارس. في الحقيقة أشكر كل الشباب المتعاونين معنا في هذا اليوم لأجل إعداد دورة مرورية في داخل نطاق المديرية، من أهدافها هو تفعيل قانون المرور في ضبط المخالفين الذين يتجولون بدون لوحات معدنية أو بدون رخص قيادة. ستقل نسبة الجريمة ويقل عدد الخارجين عن القانون من خلال هذه الحملات الأمنية والمجاهرات بالأمن والتعاون الأمني المشترك بين المديريات الأمنية في جميع المدن الليبية.